والله سيدي لو ولينا كنحشموا ملي كندخلوا السوشيال ميديا كنحشموا من هذاك الشيء اللي كيكون، يعني ماشي في التربيه ديال المغاربه، ماشي في الاخلاق ديالهم، وسورتو تيكونوا الناس اللي ما عندهمش شي مستوى ثقافي اللي تيدخلوا تيبقاو يقولوا نامبورتوا، هذاك الشيء تيكون عنده واحد تاثير على تيولوا مؤثرين، تاثروا على الاطفال، تيدخلوا حيت هذاك الشيء كيدخل البيوت ديالنا كياثروا على كل شيء. بالنسبه ليا خصها تكون عقوبات جذريه وتكون عقوبه يعني يمشوا معهم عقوبه يعني جنحه. اوكي؟ علاش؟ لان هادشي كيخلب بسميتو بالتقاليد ديالنا وبالاعراف ديالنا وكيخلب المجتمع وكيشهر بالناس وتشهر بالناس راك عارفو. من الاحسن كو الدوله دير شي تدخل حيت كتخيب الصوره ديال السوشيال ميديا وديال البلاد اون جينيرال، باسكو اون فوا كيخرج شي واحد كيدوي على البلاد خايب ولا كيضاربوا وهما كيمثلوا المغرب فكيخيبوا السمعه ديال المغرب كامل، داكشي علاش خاص يكون شي قانون في حق هاد الناس. لا ما مزيانش باسكو كتخيب الصوره ديال ولد بنادنا ومعروف ديال بصح بحال غدوي في حكيمي ولا شحال من واحد، دونك كتخيب الصوره ديال بنادنا ما هضر ما والو كات. انا كنظن بان يعني مساله كتكون فيها قضيه العرض والطلب، يعني ملي كتكون واحد المنتوج ولا واحد البضاعه ولا واحد يعني فكره ولا اي مساله اللي كتخلي ان كاين اقبال عليها وكاين يعني ناس اللي كيتصنتوا ليها، بطبيعه الحال غادي تلقى واحد الاقبال كبير. يعني بالنسبه لي يعني اللي خص يتبدل حقيقه ماشي هو صانع المستوى ولكن الناس اللي كيتصنتوا ليهم اللي عندهم الحق باش يختاروا. حينما يسقط كل شيء كتسقط الاخلاق، كيسقط يعني المستوى لا الثقافي ولا الاجتماعي ولا التربوي ديال اي مجتمع. يعني هذه ما هي الا واحد كما كنقولوا حنا دي زانديس، يعني كي مونتخ يعني انحطاط ديال المجتمع. هذا الشيء اللي يمكن نقول. انا كيظهر لي في هذه المساله هذه انه كاين جوج انواع ديال الرداءه، كاين الرداءه اللي فيها التشهير والامور اللي كتمس الاشخاص والممتلكات ديالهم، هنا خص الدوله تدخل ودير يعني الردع ديال هادشي، كما كاين الشرطه كذا والشرطه كذا تكون الشرطه ديال الرقميه. كاين الشرطه الرقميه. هكذا وينبغي ان تفعل. ولكن المساله الثانيه اللي هي الرداءة من حيث هي، هنا خصنا نغلبوها بالنجاعة وبالمضمون الجيد. ما يمكنناش نوقفوها غير بالقانون، ولكن خصنا نوقفوها بالتنميه ديال الذوق العام والحس العام وايضا الثقافه العامه ديال الشعب. القانون لا يعذر احد بجهله للقانون، لان الانسان كل شيء كاين نصوص، خصهم يكونوا نصوص قانونيه زجريه باش هاد الناس يوقفوهم عند حدهم، لان الانسان المساس بحريه الاخرين ولا تشهر بهم ولا يعني الحوايج اللي تتخالف القانون ما خصهاش تكون. هو خص يكون قانون زجريه لردع المخالف، ماشي اللي تعود الضرر ولكن اللي ردع المخالف، لكل واحد ما تتسول عليه نفسه باش يقوم بحوايج اللي تسيء الشخص الانسان ولا الحريه ولا خصو يوقف ضروري من القانون حتى الانسان القانون فوق كل شيء. بخص اهلين كيكونوا ما فاهمينش، ما عارفينش، ما قاريينش حوايج وكيدخلوا كيبقاو كنولي كنحشموا بهاد الامور هذه. انا تنشوف مرات ندخل تيك توك ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب تلقى الناس كلها تقريبا اونكورار غا المعيار غا هذا تيسب هذا وهذا تيسب هذا محتوى رديء جدا، يعني بنادم ما خصوش يوصل هذا المستوى. يعني حتى شو حتى ديك الصناعه التكنولوجيه اللي جات لهذا الوجود باش تكون ايجابيه ردوها سلبيه. الانسان خصو ضروري الدوله دير واحد تحكم في المواقع باش دير انكارت سيم، خاصك تكون تدلي بالعنوان ديالك والاسم ديالك والوثائق ديالك كامله، وما يمكن يدوز لك هذوك الموقع وتكون مشارك فيه الا وتتكون عندك واحد معلومات كافيه على السكن ديالك والمعلومات ديالك الشخصيه حتى هي تتكون. شي انسان تيدير باج تنعرفوه شكون هو وهذا السيد اللي تيهضر فينا هو بالضبط، وحتى النيميرو التليفون الا بغيناه بار جي بي اس نعرفوه فين كاين، باش الدولة تتحمي النفسية ديال الطفل اللي ما خصوش يشوف شي حوايج وما خصوش يسمع شي حوايج، ما خصوش يسمع شي حوايج وما خصوش يشوف شي حوايج، لأن الدولة هي اللي تتحمل المسؤولية ديال حماية هاد الكائن البشري الحي اللي تتواجد داخل الوطن وبلا سيما الطفولة. هزيل مالوغوزمون تيهضروا على المسائل اللي مسائل تافهة. كانوا كاين شي مواضيع اللي انا نسميتو مواضيع تافهه، جل المواضيع تافهه. هو كيبان ليا الى
القنوات الرسميه بعدا هي عزات المحتوى الجاد والقوي، وفي المؤسسات ديالنا التعليميه وجهنا الناس للمحتويات الجاده والقويه، ولا خلقنا الحاجه للتكوين، لان الا شفنا الدول المتقدمه كتلقى الحاجه للتكوين. كاين الانسان الا بغى يترقى في العمل ديالو ولا بغى يربح اكثر خصو تكوين افضل، لهذا غيقلب على المحتوى اللي كيعطيه هذاك التكوين. اذا خلقنا الحاجه غنخلقوا المحتوى الجيد، ولكن الا خلقنا الخواء راه الطبيعه لا تحب الفراغ. وبطبيعه الحال اللي كان هذاك الانسان عنده واحد الموقع تيحمل الاسم ديالو وتيحمل العنوان ديالو والوثائق الشخصيه ديالو، الا كان شي حاجه غير مقبوله قانونيا تنمشيو ليه لعين المكان ولا تنطلعوا به على جي بي اس، نمشيو نلقيو عليه القبض ويتعرض لعقوبات تاديبيه باش الانسان يحاول يمشي للحوايج الايجابيه. شي غير الحاق في الكوزينه دير باش طاح لوز هذه ما عندها حتى فائده. اكتب مواضيع، اكتب حوارات، لا تكون اكتب افكار، اكتب هذه وهضر على شي حاجه اللي تتهم المجتمع واللي تتهم الحياه الانسانيه كافه. فهمتي؟ الانسان يبقى يقلب على الشطيح والرديح والكمانجه والزغريط، لا صافي الله يعاونك.